كابتن شريف، رؤيتك الفنيه بقى لاحداث المباراه. ما فيش كابتن ايمن، احنا واضح لنا من بدء الامر كده في اول ما اتفرجنا على الماتش، الماتش سهل جدا. مباراه مفتوحه بالنسبه للنادي الاهلي. نادي اسوان ما عندوش اي انياب، ما عندوش اي وجود في الملعب الا بالميز باس اللي بيحصل منك انت من الكرات المقطوعه. كانت كتيره النهارده. في اول شوط عموما يعني. ف لما حد بيحتفظ بالكوره وعايز يعدي من واحد واثنين وثلاثه ما لازم هتتقطع. عدم تحركات اللعيبه في اول شوط بشكل التزامي كده للعيب اللي معاه الكوره اللي احنا نوهنا عنها قبل الماتش ده، واللي حصلت في الماتشات اللي فاتت، وهي اللي بتعمل لنا مشكله دايما في افساد الهجمات اللي احنا بنبقى عايزين نعزز بيها هدف او نكون لينا الاسبقيه. فالبطء برده بعض الشيء في تناول الهجمات من ناحيه الاطراف، وكنا الملعب مايل يعني. انا ما شفتش ربيع خالص الحقيقه، غير في حالات دفاعيه بس، انما ما شفتوش في اي حاله هجوميه، يمكن حاله واحده في الشوط الاولاني. ف جبت جول في الدقيقه 22، كان ليك وجود، ما عززتش الجون برده. دايما مشكله مع اي فرقه بتلعبك في الدوري، قلنا قبل المباراه او اي مباراه، هم ما بيبقوش هم في اليوم ده، بيبقى اضرب اللاعب في 2 3 4، كل لعيب بيبقى عنده طاقه نفسيه انها تبقى موجوده. اللي حصل بقى في اخر الماتش ده، ده شكل جهاز فني اطمن للمباراه، عايز يشرك لعيبه بعيده جدا عن المباريات، ومن حقه، ومن حق اللعيبه دي انها تخش الماتشات الرسميه والسبرنتات القصيره والاحساس بالملعب، ده كان مفروض النهارده. بس لازم برضو انا كلاعب انزل، عندي التزام في كل شيء يعني، عندي العب اللعب العادي بتاع النادي الاهلي. امسك الباص وعندي الثقه، وازاي العب كره سليمه، ده اللي مطلوب مني بس، انما ما اسببش نفسي مشاكل ولا لفرقتي. ابقى واقف صح طول ما انا بعمل الحاجات الصح دي، كل عمرها ما هتجيلي مشاكل يعني، مش هشوف الشكل اللي تهاجم عليا في الاخر ده. بتسيب اللعيب يوصل لغايه انت بتبقى خايف تلمسه، يعني احسن اي حد يديك ضربه جزاء او حاجه زي كده. الجول اللي جه فينا مش معقوله، كل ضربه ثابته في اول، من اول شوط لغايه اخر الشوط، انت بتعمل لنا مشكله، خطر علينا، مش عارفين نقف بشكل ان احنا نقطع الكور دي وهي جايه عاليه، نبقى في حد مسؤول عن الواحد بيعمل سبيس لورا كده، بياخد الكور العاليه دي كلها، ما بتعديش في منطقه الجزاء سهل كده. بالرغم ان في حاجه، الزياده العدديه دايما للعيب في النادي الاهلي، والزياده العدديه للنادي الاهلي، وتلاقي هم كانوا لابسين ازرق النهارده مش كده؟ تلاقي الازرق هو اللي واضح عندي، واثنين ثلاثه من لعيبه الاهلي واقفين جنب بعض. التمركز مع اللعيبه الجر، حتى مش عاملين افساد للهجمه. لدرجه ان الكره اتلعبت وتردت وصدت وبرده بتروح ازرق فازرق فازرق. واحنا بنشاور بنقول هاند بول يعني، ده الكره دي ما تخشش، لانها دي هي دي الكرات الوحيده اللي بتهددنا في الدوري كله. ما عندناش حاجه ثانيه بتهددنا، ما عندناش غير ميز باص وكونتر اتاك وتكاسل. تاني حاجه، نص ملعبك ده اللي انا عايز اكلمك فيه بقى، هو التيمبو، الايقاع بتاع فرقتك. لو نص ملعبك اذا كان ديانج او حمدي فتحي او سوليه، لو ما حصلش فيه تمركز سليم وبقى الملعب مفتوح، احنا بقى لنا كام ماتش بنقول لك ايه، لا مركزيه في الملعب وكله فاتح والملعب اتفتح، ده مش هينفع في الفتره اللي جايه دي كلها. الفتره لازم يبقى كل لعيب عنده التزام بموقعه وبمكانه. صحيح.